لحظات قليلة أيتها من السادة المشاهدين الكرام، إذن تحية من جديد. أجدد أترحب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من إقليم الأفقية بن صالح، قمة المأساة. يعني شابة في عمرها 36 سنة، آسية، مطلقة، عندها 3 الوليدات، كتعيش العذاب بعد ما مرضت بالمرض ديال الكلاوي. الله يشافينا ويشافيكم ويعافي جميع المغاربة إن شاء الله تعالى. مبقاتش قادرة تخدم، وكتقول بانه ما بقى ليهاش الجهد ديال الخدمه، وما بقاتش كيفاش كانت بصحتها وبخير وعلى خير، كانت تخدم على وليداتها، لانه للاسف الشديد ما بقاتش قادره يعني توكلهم الطرف ديال الخبز، لانه حتى الكرة ما صابتوش للاسف الشديد. يعني خلي اسيه اللي غادي تكلف وتحكي لكم القصه ديالها. تفضلي اختي، السلام عليكم.